السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا طريقة تحويل خلنا نحط المؤشر، تحويل العدد الكسري، نحط تمييز معليش، العدد الكسري إلى الكسر غير الفعلي. طبعا عندنا العدد الكسري تلاحظون في ثلاث أرقام، رقم بالجهة اليسرى، رقم فوق، ورقم تحت. أما الكسر غير الفعلي فيكون الرقم اللي فوق أعلى قيمة من الرقم اللي تحت، يعني شوفوا 11 أكبر من 4 وهكذا. طيب كيفية التحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي؟ أول خطوة شوفوا نكتب الرقم اللي تحت، نحط خط تمام، بعدين الرقم اللي تحت بالشكل هذا تمام. أول خطوة نحط خط 4 لأن هنا مكتوب 4. طيب ثاني خطوة شوفوا هنا مكررة الخطوة مرتين، اسمع علينا منها. يقول ثاني خطوة نضرب هذه الأعداد اللي هو العدد هذا بالعدد هذا. كم الضرب؟ 1 ضرب 4 ها تمام، ضربناها كم يساوي؟ بعدين ثالث خطوة، هنا خطة معليش أخطاء إملائية كثيرة، نقوم بعد ما ضربنا هذا بهذا نجمعهم مع الرقم هذا. جدا سهلة، أول شيء تضرب هذا بهذا ثم تجمع الرقم اللي الناتج اللي طلع لك، تقوم تدمجه أو تجمعه مع الرقم اللي فوق. نضرب مثال، طيب عندنا هذه أول خطوة نحط كذا بعدين 4 نفس هذا الشكل ها اللي تلاحظونه من هنا تمام، بعدين نضرب هذا بهذا ضرب 1 ضرب 4 تساوي 4 تمام. الأربعة نقوم نجمعها مع الرقم هذا تساوي كم؟ تساوي 7. إذن 7 على 4 هو الجواب الصحيح. طيب نجي للمسألة اللي بعدها، عندنا هنا 2 2 1. أول خطوة وش نسوي؟ هذا الجزئية نسويها تمام. هنا 2 2 ضرب 2 4، 4 زائد 1 5، إذن الجواب 5 على 2 أو 2 على 5 ما أدري، المهم هذا الجواب الصحيح تمام، نحط صح. طيب اللي بعدها، المسألة اللي بعدها نفس الفكرة، أترككم شوي فترة تفكرون فيها ثم يعني حلوها بورقة وقلم قبل، وبعدها نتأكد من طريقة الحل عبر يعني الكتابة. يلا تركناكم. المهم أول خطوة نكتب خط بعدين 6 اللي هو نفس هذا نفس هذا، خليني ألونه ورا ما يتلون. وين قلم التمييز؟ هذا وهذا ها نقلناه بالشكل هذا. طيب نقوم نضرب 5 بالـ6 كم فيها؟ 5 في 6 تساوي 30. 30 زائد 1 يساوي 31. هذه الإجابة الصحيحة، إذن 31 على 6، نحط صح. طيب المسألة اللي بعدها وأتوقع أنها المسألة الأخيرة. طيب عندنا، تبون أترككم شوي فترة ولا نحلها على طول؟ الأفضل أنكم توقفون المقطع تحلونها ثم نتأكد من صحة الحل. طيب عندنا قلم التمييز الآن، هنا شوفوا هذه ننقلها تمام، نكتبها نفس ما هي القلم ها، خط بعدين 3.
طيب هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نضرب العدد هذا بالعدد هذا، 3 × 9 3 × 9 تساوي 27. طيب 27 زائدا 2 = 29، وهذه هي الإجابة الصحيحة أو الحل الصحيح. إذا 29 على 3 أو 3 على 29، المهم اللي ما أدري إيش الفكرة عن حقت هذه، لكن هذه طريقة الحل جدا سهلة. ما أدري كان في مسألة أخرى ولا لا؟ لا انتهى. طيب أنتم تقدرون تألفون كثير من اللي هو المعادلات، وتقدرون تحلون يعني، مارسوا. شوفوا ابحثوا بالنت وحاولوا انك تحلون كذا مسألة حتى تترسخ في الذهن. وشكرا لكم على الاستماع لهذا المقطع. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات.